تكون أولا تكون هذا العرض التكويني اليوم فرصة لتقوية معارفنا جميعا، لتبادل الأسئلة فيما بيننا، لتبادل التجارب أيضا، لأن التكوين أيضا هو الطلاع من طرفنا ومن طرفكم على تجارب بعضنا بعض وتقاسم هذه المعارف وهذه المهارات. ونيابة عن عضوات وأعضاء المجلس الوطني للصحافة، أرحب بكم وبكنا في هذه الورشة اللي احنا بالنسبة لنا كنعتبروها بأن هي مناسبة مهمة جدا، لأولا يكون هناك تكوين خاص بمسألة تدبير المقاولة الصحفية وتسييرها والإشكالات المطروحة على هذا المستوى. عند الدورة التي تحتضنها مدينة العيون وتضم جهتين، هما جهة عيون الساقطة والداخلة والذهب، تلاحظون أننا استثنائيا نوجد بافتتاحها لسبب واضح، وهذه المكانة الخاصة التي تحتلها الصحراء. كما كان القطاع عندهم جمل كيتعاودوا متطلب واحد وهو شد الانتباه، يعني لا جيت نبسط ونقول لكم جوج كلمات شنو هو الحرفه ديالي، نقول لكم انا تاجر ديال الانتباه. حصل اليوم الشرف انه نحضر في يوم افتتاح ورشه التكوين اللي كديرها المجلس الوطني للصحافه. اليوم تطرقنا الموضوع على الشق التسويق والتجاري للمقاولة الصحفية، فتطرقنا لعدة مواضيع، وكان الهدف الوحيد هو تطوير المقاولة الصحفية خصوصا في الشق الإشاري والتجاري، وكذلك تثمين المنتج الإشاري، وكذلك كما تطرقوا له بعض الصحفيين اليوم معنا في غياب الشق التسويقي عن المقاولات الصحفية، لأنها كتركز فقط على الموارد البشرية اللي هي مختصة في الخبر والإخبار. كيف يمكن تطوير المقاولة الصحفية في الشق التسويقي والموارد البشرية في الشق التسويقي، كذلك تأهيل الموارد البشرية وتثمين المنتج الصحفي في منصات التسويق الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. هذه دورة تكوينية في إطار برنامج المجلس الوطني للصحافة، وبالتنسيق بين اللجنتين، هما لجنة المنشأة الصحفية ولجنة التكوين، لهم طبع خاص. أولا خرجنا من نمط تقليدي المتعلق بفنيات التحرير وتقنيات التصوير إلى آخره، واهتمينا بالجانب المتعلق بتدبير المقاولة الصحفية على أساس التحولات التي جرت على المستوى الوطني، بحيث أن الأغلبية من الفاعلين اليوم في الصحافة لا المحلية ولا المركزية هم أرباب مقاولات غالب الأعم. المسألة الثانية أننا اليوم في جهة ديال الجنوبية وكنجمعوا جوج جهات، هما جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة والذهب، وهذا طبع الخاص الثاني، لأن هاد الإخوان موجودين، الزملاء ديالنا موجودين في خطوط التماس، هم في الواجهة. هناك دور إضافي على الأدوار التقليدية ديال وسائل الإعلام، وهو الدور ديال المواجهة والدفاع عن الوحدة الترابية. الهدف هو أنه الرفع من القدرات في هذا المجال ديال التسيير والتدبير، علما على أنه المقاولة الصحفية كأي مقاولة الأساس ديالها هو الموارد البشرية. الموارد البشرية ماشي غير فقط في العمل الصحفي والإعلامي اللي هو مهم، في العمل التقني اللي هو مهم، ولكن طبعا في العمل التجاري، في العمل الإداري، في التسيير، في البحث عن تطوير المنتوج الإعلامي، في البحث عن موارد جديدة، في فتح الأفاق بالنسبة لي
الصحافة والإعلام، لأنه الآن هناك من يعتبر على أن التكنولوجيات الحديثة في التواصل ربما ستخنق الصحافة. العكس هو اللي صحيح، هذه فرصة ذهبية مهمة، لأن إمكانية تطوير المنتوج الإعلامي في هذا المجال أن يتطور بشكل كبير ويفتح إمكانيات هائلة للعمل على مختلف المستويات، سواء على الصعيد التقني أو على الصعيد المحتوى والمضمون. إذن احنا هذا عمل اللي غادي نواصله، غادي طبعا يكون هناك تكوين مع خبراء، ولكن في نفس الوقت سننصت للمشاركين في هذه الدورة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابونا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.